السلام عليكم نشره اخبار الاقتصاد من الميادين الى العناوين عقوبات روسيه مضاده تؤلم اوروبا وامريكا قناه السويس من معبر تجاري الى مركز صناعي ولوجستي عالمي وفي النشره ايضا رفض امريكا شراء نفط كردستان من دون موافقه حكومه بغداد اهلا بكم الرد الروسي على العقوبات الغربيه بدا رد لا يبدو كالضربة القاضية بل يقف عند كونه ضربة موجعة روسيا وهي المستورد الأكبر للغذاء من أوروبا وثاني أكبر مستورد للحوم من أمريكا اتخذت قرارا بوقف استيراد المواد الغذائية الأوروبية والأمريكية وهذا وحده يكبد الغرب خسائر تفوق 60 مليار دولار سنويا أي من فاضل والتفاصيل بعد ساعات قليلة من طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحضير دفعة عقوبات مضادة، فرضت الحكومة الروسية حظراً كلياً على واردات من الدول المشاركة في العقوبات عليها. دي. رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أكد أن هذه الخطوة تأتي في سياق ضمان أمن روسيا. روسيا تحظر استيراد اللحوم والخضار وكل المشتقات الغذائيه من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده واستراليا وكندا والنرويج والحكومه ستحدد لوائح السلع المحظوره قريبا موسكو بدأت بخطط لتبديل خطوط استيرادها وهي تسعى للاستعاضه عن الاسواق الحاليه باسواق كمصر والمغرب والصين وامريكا اللاتينيه. الرئيس التنفيذي لرابطه الشركات الروسيه لتجاره التجزئه قال ان بلاده مستعده لاستبدال البضائع من مصادر اخرى خلال شهر واحد. اوروبا التي بادرت الى فرض عقوبات على روسيا اعلنت انها سوف تسعى الى الغاء الحظر الروسي عبر منظمه التجاره العالميه متذرعه بانها عقوبات لاس باب سياسيه ما يهدد باخراج روسيا من المنظمه اذا اصرت علي عقوباتها جبهه العقوبات المضاده لن تبقي محصوره في واردات الغذاء خطوط النقل الجويه ستصبح اعقد بالنسبه الي اوروبا فموسكو تدرس سبل حظر عبور شركات الطيران الغربيه في اجوائها روسيا منعت شركات الطيران الاوكرانيه من تنفيذ رحلات ترانزيت عبر اراضيها وهذا الحظر يمكن ان يمتد ليشمل شركات طيران دول اخرى كجزء من الرد على العقوبات ميدفيديف كشف ان حكومته تدرس اجراءات لاعاده النظر في قواعد استخدام طرق النقل عبر سيبيريا ما قد يترك اثارا هائله على اقتصاد اوروبا الذي يعتمد على التجاره مع دول الشرق الادنى عبر الفضاء الروسي في وقت جنبت روسيا سلاحها الأمضى والمتعلق في صادرات القمح والغاز 12 مليار يورو قد يخسرها الاتحاد الاوروبي نتيجه فرض الحظر على استيراد بعض المواد الغذائيه والزراعيه منه، ووفقا لدراسات اوروبيه يصل حجم واردات الغذاء الى روسيا من دول الاتحاد الاوروبي ما بين 10 و 12 مليار يورو سنويا، ما يعني ان دول الاتحاد ستخسر هذا المدخول في حال فرضت روسيا حظرا كاملا. والاستعادة عن المواد المحظور استيرادها أبدت روسيا استعدادها لاستيراد المواد الغذائية من مصر والمغرب في غضون شهرين رابطة الشركات الروسية لتجارة التجزئة أكدت قدرتها على تعويض النقص من خلال الانتاج المحلي إضافة إلى إيجاد مصادر جديدة وهي البلدان التي لم تؤيد يوما العقوبات على روسيا كمصر المغرب الصين وأمريكا اللاتينية مصر تدشن قناة موازية لقناة السويس بتمويل مصري من خلال الاكتتاب العام كآلية رئيسية للتمويل كلفة حفر القناة الجديدة تصل إلى أربعة مليارات دولار لكن المنافع أكبر فالمشروع يولد مليون فرصة عمل وينمي سبعين ألف كيلومتر على جانبي القناة ويساعد على استصلاح أربعة ملايين فدان سمية الشناوي والتفاصيل قناة السويس اهم قناة ملاحية في العالم وبوابة مصر للتجارة العالمية تدشين القناة الجديدة تم بالاكتتاب الشعبي الذي يتوقع ان يوفر نحو 20 مليارا من تكلفه المشروع التي تصل الى 60 مليار جنيه مشروع يعد محركا عملاقا للاقتصاد المصري بعد سنوات طويلة من الركود برأي الخبراء هيبقى عندنا استثمارات بحوالي 26 مليار دولار وده الحقيقة ان يعني أنا شايف أن دي أحد الخطوات المهمة انعاش الاقتصاد المصري وعودته بالإضافة إلى مشروعات صناعية عملاقة بالإضافة إلى مشروعات أخرى لوجستية ده هيساعد على تشغيل حوالي مليون مواطن مصري القناة الجديدة هي قناة موازية للقناة الأصلية بطول 72 كيلومترا منها 35 كيلومترا حفرا جافا و37 كيلومترا توسعة وتعميقا للقناة الأصلية تهدف القناة الجديدة إلى تحويل المنطقة من مجرد معبر تجاري إلى مركز صناعي ولجستي عالمي يتضمن 42 مشروعاً ويتوقع خبراء الاقتصاد ان يضاعف هذا المشروع ايرادات قناه السويس التي تبلغ حاليا خمسه مليارات دولار سنويا تقريبا. اعتقد ده مشروع ايضا من المشروعات المهمه وعائده الاقتصادي سوف يظهر بسرعه لان المدى الزمني في تنفيذه سنه يعني هتبدا اثاره الايجابيه على الاقتصاد إن لم تكن بدأت بالفعل من خلال شركات المقاولات اللي بدأت الحفر وبالتالي شركات هذه الأعمال تتيح وتوفر فرص عمل كبيرة جدا هذا المشروع الجديد سيمكن القناة من تمرير أكثر من ضعف عدد السفن التي تمر بالقناة حاليا وهي نحو 18 ألف سفينة سنويا فضلا عن اختصار زمن الرحلة في القناة إلى نحو 11 ساعة بدلا من نحو 20 ساعة سمية الشناوي، القاهرة، الميادين. أكد وزير الإشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحسينة أن مؤتمر المانحين لإغاثة غزة سيعقد الشهر المقبل في النرويج وسيخصص لتقديم مساعدات عاجلة لرفع آثار العدوان. كلام الحسينة جاء خلال الحوار الاقتصادي عبر الميادين حيث كشف عن مشاركة بعض الدول العربية والأوروبية في هذا المؤتمر. بلغنا من دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله عن هذا المؤتمر وابلغنا كوزارة أشغال أن يكون لدينا جاهزية وداتا وداتا لجميع ما تم إحصاؤه من من الدمار للسكان من المباني السكنية والدمار للمنطقة الصناعية ونحن بدأنا كلجان والمتخصصة بكل المناطق من بيت حنون إلى إلى لدراسة هذا لرفع هذه الخسارات وتم اتصال مع مؤسسة أوتشا حتى الآن أخذنا من موضوع الآيرد كوكل حتى يتم توضيح كل بعض المبالغ. هذا الحوار تتابعونه كاملا ضمن الحوار الاقتصادي يوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القدس الشريف. اكتشفت شركة إسرائيلية احتياطيات نفطية في جمهورية الكونغو تقدر بثلاثة مليارات برميل الشركة المملوكة للملياردير الإسرائيلي دان جارتلر أكملت البحوث الزلزالية وأبلغت شركة نفط الكونغو الديمقراطية بالنتائج المنتظرة ويتوقع أن تكون جهات إسرائيلية أخرى المستثمر الأول لهذه الثروة المكتشفة استأنفت اربيل ضخ النفط من اقليم كردستان الى ميناء جهان التركي رغم معارضه الحكومه الاتحاديه في بغداد، فيما يسعى الاقليم الى ايجاد منافذ جديده تتيح له بيع نفطه الى الاسواق العالميه في ظل تطور لافت تمثل برفض عدد من الشركات الامريكيه شراء النفط الكردي من دون موافقه الحكومه المركزيه. محمد كريم. لغة التصعيد بين بغداد وأربيل حيال تصدير وبيع النفط من إقليم كردستان إلى الأسواق العالمية تسيدت المشهد العراقي مشهد وصلت ارتداداته إلى سواحل الولايات المتحدة حيث ترددت عدة شركات أمريكية في شراء النفط من الإقليم الكردي بعدما حذرت واشنطن من شراء النفط المصدر من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد التردد من الشركات الأمريكية لشراء النفط الإقليم كردستان هو ان الدعوه التي قدمها الحكومه الاتحاديه لهذا الموضوع الشراء النفط الاقليم كردستان على اساس على اساس ان النفط الاقليم كردستان هي غير قانوني البيع غير قانوني ولكن بالحل الحل الامثل لهذا الموضوع هو التنسيق أو التنسيق بين الحكومة الإقليم كردستان والحكومة المركزية الصراع القانوني والدبلوماسي بين بغداد وإقليم كردستان لم يمنع من استئناف ضخ نفطه إلى ميناء جيهان التركي وبواقع 75 ألف برميل يوميا نفط يباع إلى الأسواق العالمية فيما تسعى اربيل الى ايجاد منافذ بيع جديده لصادراتها النفطيه. تتردد بعض الشركات في شراء هذا النفط الا انه بقناعتي النفط سيستمر لان السوق العالميه بحاجه الى نفط والشركات الامريكيه ليست وحدها هي التي تشتري نفط الاقليم. وحسب معلوماتي نفط الأقليم بدأ يضخ أيضا اليوم إلى ميناء جهان ميناء جهان التركي ست ناقلات حملت ما يزيد عن مليوني برميل من النفط الكردي غادرت ميناء جهان على البحر المتوسط فيما ترجح الأوساط النفطية في إقليم كردستان أن يرتفع سريعا معدل التصدير إلى نحو 260 ألف برميل يوميا بغداد تلاحق أي شحنة نفط تخرج من كردستان والأقليم يؤكد حقه الدستوري طالما تصر الحكومة العراقية على خفض حصته من الموازنة العامة ولا حلول بغياب قانون ينظم العلاقة بين الطرفين بحسب مراقبين محمد كريم اربيل الميادين يعود التيار الكهربائي تدريجيا الى محافظات نينوى، والانبار صلاح الدين وديالى. هذه المحافظات تعاني من انقطاع التيار الكهربائي بعدما سيطر تنظيم داعش على جميع محطات التوليد وتعمد ايقافها. الناطق باسم وزاره الكهرباء مصعب المدرس قال ان تعطيل عمل محطات انتاج الطاقه تسبب في ضياع 4000 ميجاوات من الطاقه المتاحه. خط ملاحي جديد سيربط موانئ العراق والامارات بحسب اداره فرع الشركه العامه للنقل البحري في البصره، الشركه قالت ان الخط الملاحي ينقل البضائع والمسافرين بين الموانئ التجاريه العراقيه والاماراتيه، وتتولى شركه الجسر العربي تشغيل الخط وهي شركه براس مال عراقي اردني مصري مشترك. توصل بنك اوف امريكا والسلطات الامريكيه الى اتفاق على ان يدفع المصرف غرامه قياسيه تصل الى 17 مليار دولار لتسويه نزاع قضائي يعود الى الازمه الماليه عام 2008 وتعد هذه الغرامه الاكبر على الاطلاق الذي التي يدفعها مصرف في تاريخ الولايات المتحده مقابل كف الملاحقات القضائيه بحقه في دعاوى جنائيه مرتبطه بقروض الرهن العقاري المشوك بتحصيلها والتي كانت السبب في اندلاع الازمه الماليه منذ ست سنوات هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية للمزيد الميادين دوت نت وعبر فيسبوك الميادين دوت في نشكر لكم حسن المتابعة إلى اللقاء